معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم هيئة استرداد الأراضي. أهلا بيك أستاذ أحمد. يعني قول لنا، بعد توجيهات الرئيس واللي بتأتي تجديدا لما بدأته يعني لجنتكم المعنية باسترداد الأراضي، قول لنا التحرك على أرض الواقع. وصلنا النهاردة على الأرض لكام فدان أو كام من الأراضي اللي مملوكة للدولة وكان عليها تعدي؟ أولا مساء الخير يا أستاذ سامر، وتحياتي ليكي ولمشاهدينك الكرام. تفضلي. ثانيا طبعا توجيهات سيادة الرئيس كانت واضحة منذ البداية إنه لا تساهل ولا تخطيط على الإطلاق في أراضي الدولة اللي هي بتمثل حق الشعب كما قال الرئيس. صحيح. إمبارح تم عقد اجتماع أولا منذ توجيهات الرئيس، وكل جهات الدولة التي خاطبها الرئيس في توجيهاته تعمل يعني بكل جهدها من اجل تنفيذ هذه التوجيهات باسرع وقت ممكن كما وعد الرئيس. امبارح كان في اجتماع زي ما حضرتك اشرتي بحضور السيد مساعد رئيس الجمهوريه والسيد القائد العام ووزراء الداخليه والتنميه المحليه والزراعه والمحافظين ومدير الامن وقاده الجيوش والمناطق. الهدف الاساسي كيف يتم تنفيذ هذه التوجيهات، وتم بالفعل الاتفاق على وضع خطه واضحه وسريعه وحاسمه في نفس الوقت لتنفيذ هذه التوجيهات. طيب. ان شاء الله العمل او هذه الجهات بدات تعمل بالفعل من اليوم، وهناك حصر كامل لدى كل المحافظين والمحافظين، والاهم من ده اوان الحصر هيتم. وهناك ملفات مقدمه للتقييم. المبدا الاول في العمل انه كل اراضي تم زرعها او استثمارها بشكل جاد من حق هؤلاء ان هم يتم التقييم ليهم. طيب يعني ايه بقى استثمارها بشكل جاد يا استاذ احمد؟ ما هو ده اللي هقوله. يعني اتفضل. بمعنى ان انا عندي ناس وضعت يدها على الارض، في اثنين وضعوا يدهم. طيب. واحد وضع يده وزرع واستثمر وانتج وبقت ارضه منتجه فعلا. ده انا بسميه شخص جاد انه استثمر الارض وزرع فيها. هذا الشخص طالما طلب انه يقدم طلب للتقنين وقال انا ملتزم ان انا هدفع حق الدوله اللي هي قيمه الارض دي اللي هتحددها اللجان المختصه، هذا الرجل كما جاء في توجيهات السيد الرئيس منذ البدايه هيتم التقنين ليه. الشخص الثاني اللي وضع يده على الارض بس ما استثمرهاش، سقعها، حب يتربح منها، سابها دايره، لا، هذا الشخص لا يستحق التقنين، والاجراء الحاسم الحازم معاه ان يتم سحب الارض منه وعودتها الى الدوله لتتصرف فيها بما ينفع الشعب. يعني ايه بما ينفع الشعب يا استاذ سمر؟ اتفضل. الفلوس اللي هتيجي من الاراضي دي سواء قيمه تقنين او قيمه بيع الاراضي اللي هيتم سحبها بالمجاز العالمي هتروح للمواطنين البسطاء عشان يتعمل بيها مدارس. ازاي؟ يعني هتدخل فين هذه الاموال؟ تدخل الموازنه العامه تحت عنوان حق الشعب. وهنا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح ان الاموال دي هتتاخد من الناس دي اللي بيحاولوا يبلطجوا على ارض الدوله عشان تروح، عشان برضو الناس تفهم الموضوع ده كويس قوي وتعرف اهميه تنفيذ توجيهات الرئيس، ان ان المستهدف من ده مش ان انا اسحب ارض على الفاضي، مش ان انا بعاقب ناس، مش ان انا بجلد ناس، لا، الهدف الاساسي ان انا باخد حق البسطاء من المصريين من المجموعه ديت او من حفنه العدد المحدود ده عشان انفع بيها 90 مليون مواطن مصري اقدم لهم بيها خدمات حقيقيه. طب استاذ احمد، دلوقتي الرئيس كان اعلن انه هيكون في مؤتمر اخر الشهر. اخر الشهر مؤتمر لاعلان ما تم انجازه في تنفيذ توجيهات سياده الرئيس. هتقولوا لنا على الحصر لكل الاراضي اللي تم استردادها من اراضي الدوله. ده المؤتمر ان شاء الله الختامي بعد انتهاء اعمال اللجان. انما خلال المؤتمر ما هو شغال او خلال العمليات ما هي شغاله، كل محافظ من المحافظين ومعه مدير الامن ومعه قياده الجيش في المنطقه الموجوده هيعلن احنا النهارده عملنا كذا وسحبنا اراضي كذا وقننا كذا. في نفس الوقت لجنه استرداد اراضي الدوله برئاسه المهندس ابراهيم محلب قررت تشكيل غرفه عمليات دائمه تعمل على مدى ال 24 ساعه لتلقي الطلبات والشكاوى والاقتراحات وتلقي اي اتصالات للتنسيق مع الجهات المختلفه لتنفيذ توجيهات الرئيس. رقم اثنين، قرر المهندس ابراهيم محلب ان اللجنه بدل ما بتجتمع مره واحده في الاسبوع هتجتمع مرتين في الاسبوع عشان تتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بالتنسيق مع الجهات المعنيه وفي مقدمتها طبعا القياده العامه للقوات المسلحه اللي هي بتتولى مهمه تنفيذ الازالات
او تنفيذ قرارات الرئيس بازاله او سحب نعم. كل الاراضي المتعدى عليها التي لم تشتغل. انا بشكرك شكر جزيلا على كل هذه المعلومات الاستاذ احمد ايوب المتحدث باسم هيئه استرداد اراضي الدوله.